الأستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة اليوم من كلام في الميديا. أستاذ رامي أهلا بيك. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ أهلا بيك. كويس ومبسوط دايما أن أنا أكون معاك. أنا أسعد بكل تأكيد. منورنا دايما. الله يخليك. عندنا ملفات كتير جدا كالعادة هنتكلم فيها، ناخدها ملف ملف. أهم ملف بالنسبة لنا طبعا المباراة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي أمام فريق بلاتينيوم يوم السبت اللي جاي. بتشوف مدى أهمية المباراة دي إزاي من وجهة نظرك؟ طبعا هي مباراة مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي، يعني اللقب الأفريقي بقى طبعا غايب عن النادي الأهلي فترة كبيرة جدا، وده يعني بداية العلاقة ما بين جماهير النادي الأهلي وفايلر، ان بطوله الدوري المصري او بطوله الدوري الممتاز مش هي الكافيه بالنسبه للجماهير او اللي هي هتشبع رغبتها، لكن بطوله افريقيا هي الاهم بالنسبه لنا طبعا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي. يعني عموما مباراه مش سهله طبعا، فريق سهله طبعا اكيد. اي مباراه في دوري ابطال افريقيا ما بقتش سهله النهارده. بنشوف نتائج البعض بس بيحاول يصورها على انها مباراه سهله، يقول لك نهايه المباراه مبكره وان انت تخلص المباراه بدري والكلام ده مش منطقي. لا هو يعني كل يعني كل شيء موجود في كره القدم وكل شيء موجود في الروايات والحسابات، ان طبعا الهدف ان يحصل نوع من انهاء المباراه من اولها، لكن مش هو ده اللي هيحصل. يعني اكيد في المباراه ده فريق بيلعب على ملعبه واجواء برضو النادي الاهلي مش متعود عليها، شايفين فيها في امطار وفي طبعا جو مش الطبيعي يعني. فاكيد هيبقى فيها عناصر فيها صعوبه كبيره جدا حتى برغم موقف الفريقين. يعني مثلا فريق بلاتينيوم ولا نقطه، الاهلي 6 نقاط ومنافسه شرسه جدا مع الهلال والنجم. احنا بنشوف ان في مباريات في مجموعات تانية كان في مفاجآت في الجوله فعلا. صح يعني صح. مش مالهاش اي علاقه مش خالص يعني. خالص النادي الاهلي طبيعي ان هو بيلعب كل مباراه باهميتها، كل مباراه على 3 نقاط. ده الهدف الرئيسي بتاع النادي الاهلي. الجديه دي اساس طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا في ظروف يعني اكيد بعض الغيابات الموجوده عند النادي الاهلي اكيد هيبقى عند فايلر حساب ليها او تحسبات ليها يعني. كلها امور يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يحالفه الحظ ويعني يرجع ان شاء الله بـ3 نقط يعني. بتشوف المنافسه ازاي في المجموعه دي؟ يعني تقريبا هي اصعب مجموعه في المجموعات كلها اللي في دوري ابطال افريقيا في الدور ده تحديدا. يعني المنافسه شايفها ازاي؟ الهلال والنجم، الهلال رجع طبعا في المنافسه بعد ما فاز على النجم في تونس، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا. فبالتالي الثلاثه 6 نقاط، بالتالي شايف ايه الاقرب، ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه؟ انا شايف ان المنافس الرئيسي للنادي الاهلي هو الهلال. الهلال الهلال الحقيقه ليه يعني مش النجم؟ هقول لحضرتك ليه. الهلال اولا معنوياته مرتفعه جدا كويس. الظروف المحيطه في نادي الهلال حاليا بقى في استقرار، وبقى في كمان جهاز فني طبعا كابتن حمدي صدقي والمجموعه اللي معاه مدين نوع من فاصلين الفرقه خالص عن اي ظروف خارجه عن النادي. يعني نادي النجم الساحلي هو طبعا فريق على مستوى عالي ولاعيبه على مستوى عالي جدا وقوه ما يستهان بها، لكن عندهم اشكاليات، عندهم مشاكل جوه النادي وعندهم مشاكل جوه الفرق وبعض اللاعبين. بس كلمنا على موضوع المشاكل ده وكسبوا النادي الاهلي. كان بخطا تحكيمي او اخطاء تحكيميه في المباراه، لكن في نفس الوقت ممكن المشاكل ما يكونش بتاثر على الجانب الفني في الملعب او المدير الفني والاستقرار بالنسبه لهم. زي ما دايما بقول كل مباراه وليها ظروف. تمام. مباراه النادي الاهلي والنادي النجم الساحلي كان ليها ظروف، ويعني لو عدناها 1000 مره مش هتخلص بالنتيجه دي او بالشكل ده. فبالتالي انا بشوف ان المنافس الاقوى بالنسبه لرقم يعني 2 مع النادي الاهلي هو الهلال. طبعا النجم الساحلي قوه لا يستهان بها عشان ظروف ماتشاته اللي جايه، مثلا ظروف مباراته طبعا اللي جايه، وعنده نوع من الاريحيه بالنسبه في التعامل مع المباريات. النجم الساحلي في عصبيه، في مشاكل جوه الفرقه، في رغبات من رحيل، في مشاكل على مستوى الاداره نفسها. خليني كل بس دي اقطعك معلش ثانيه واحده. دي لقطات حيه الان من تدريب النادي الاهلي الاول في زيمبابوي حاليا، ده مباشر كده واحنا عايشين معاهم اهو لحظه بلحظه، وهم بيتمرنوا دلوقتي. يعني هيبقى معانا يعني ايه 5 دقائق مثلا من التمرين طبقا للتعليمات الجهاز الفني. هل ده الملعب اللي هيستضيف المباراه؟ لا، المعلومات ان ده الملعب مش هيستضيف المباراه، يعني معلومات في اللي جايه لنا لحد دلوقتي. ده ملعب تدريب. ملعب تدريب عادي. طبعا. ف
فهنتاكد برضو من فاروق صلاح زميلنا، لكن ده مش الملعب يعني اللي احنا في. المهم المهم يعني انت دلوقتي في امطار، في امطار، في امطار واضح طبعا، في امطار طبعا واضح جدا، واضح. ممكن تاثر على الماتش ولا انت شايف ايه؟ طبيعه النادي الاهلي مش مواخد على اللعب في امطار، فاكيد هتاثر اكيد يعني، خصوصا كمان يعني التعامل مع الكرات، وخصوصا حارس المرمى هيبقى دي عنده مشكله فيها برضو. فدي كلها هتحتاج تدريب خلال الفتره دي لحد بدايه المباراه. طبعا هيبقى مؤثره اكيد يعني، ما فيش كلام. طيب كنا بنتكلم على المنافسه، وقلت لي ان الهلال هو الاقرب ان هو ممكن يصعد مع النادي الاهلي باذن الله تعالى، يكون الاهلي احد الفرق اللي تصعد باذن الله للادوار القادمه. هل تولي الكابتن حماده صدقي هو ده اللي هيدي الافضليه للهلال، ولا ظروف المباريات ان في ماتش كمان على ملعبه، الماتش بتاع النجم الساحلي، وبعد كده ماتش الاهلي كمان على ملعبه، وماتش بلاتينيوم يعتبر سهل لو الاهلي باذن الله فاز على بلاتينيوم، فخلاص بلاتينيوم كده بره، فهيبقى سهل بالنسبه للهلال؟ لا، هو فيها عناصر كتيره بالنسبه للنادي الهلال يعني. هي مش اساس بالنسبه لهم طبعا. الكابتن حماده طبعا على المستوى التدريبي انا بشوف ان هو ما خدش حقه داخل مصر بشكل الامثل يعني. لكن هو على المستوى التدريبي والتعامل مع اللاعبين والتعامل النفسي، اعتقد ان هو مدرب كويس جيد جدا، وتعامل ومدرب يعني ينتظره مستقبل جيد مع الفرق الكبيره، سواء على المستوى الانديه او مستوى المنتخبات. لكن مش هو العنصر الاساسي الكابتن حماده، لا، في عناصر اخرى موجوده في نادي الهلال. الفرقه نفسها فرقه جماعيه بتلعب بشكل جماعي، في الظروف المحيطه زي ما قلت مع نادي الهلال اعتقد افضل بكتير جدا من نادي النجم الساحلي. وفي النهايه برضو المباريات هي اللي بيبقى كل حاجه ليها ظروفها، واحنا يهمنا في الاساس طبعا النادي الاهلي هو اللي يصعد يعني. طيب نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. بتشوف ان النادي الاهلي عنده المقومات الكافيه باذن الله لحصد اللقب مش بس للتاهل؟ طبعا ده هيترتب عليه الدور اللي جاي يعني. احنا هنشوف الدور اللي جاي هيحصل ايه يعني. مش هينفع ان احنا نسبق الاحداث، ودايما في النادي الاهلي لما بنيجي نتكلم معاهم بخصوص الحاجات دي يقولوا ان احنا بناخد خطوه 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 يعني. فاعتقد ان الخطوه الاهم، نحاول بس نقرا المشهد كده من بدري، نحاول. لا تمام. هو الخطوه بس، الخطوه اللي هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هو طبعا التاهل للدور الاهم يعني. طيب خليني اكد ان مش ده طبعا الملعب اللي هيستضيف مباراه الاهلي وبلاتينيوم، ده ملعب تدريب بس بالنسبه للفريق. هو واضح ان هو استاد يعني، في مدرجات وكلام من ده، لكن الملعب ده اللي هيستضيف تدريبات اليوم وتدريبات الغد باذن الله. ملعب المباراه هيستضيف تدريبات يوم الجمعه، واللي هي المران الرئيسي بالنسبه للنادي الاهلي قبل 24 ساعه كامله من المواجهه المرتقبه يوم السبت باذن الله تعالى. المران الاخير هيكون في تمام الساعه 3 عصرا، وهو نفس ميعاد مباراه الاهلي وبلاتينيوم يوم السبت باذن الله تعالى. الاهم ان شاء الله باذن الله، باذن الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. طيب المعطيات اللي ممكن نقدر ناخدها، معطيات ايجابيه من خلال الفتره اللي فاتت ومنافسات الاهلي في سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا او المباريات الاخيره في بطوله الدوري، نقدر ناخد ايه المعطيات من وجهه نظرك اللي باذن الله ممكن يستند عليها مستر فايلر في المباراه الموجوده امام بلاتينيوم؟ اهم شيء المعطيات يعني من ضمن العناصر المهمه عند النادي الاهلي هو عنصر الثقه. الثقه طبعا كويس. عنصر الثقه والروح المعنويه مرتفعه. ده مهم جدا طبعا. ده موجود حاليا. النادي الاهلي حقق نتائج على مستوى هايل طبعا يعني، ما اتحققتش بقالها فتره كبيره جدا في الدوري ممتاز، ويمكن دي هي دي الخطوه الاولانيه في موضوع الثقه. طبعا العناصر الجاهزه اللي موجوده عند مستر بايلر اعتقد دي برضو يعني عنصر مهم وعنصر ايجابي جدا. كويس. طبعا عنده اشكاليه في موضوع خط الدفاع برضو بعد اصابه سعد سمير. خليني بس اوضح حاجه سريعه برضو مهمه جدا، ان الملعب ده في مدينه هراري مش المدينة اللي هتستضيف المباراة. الأهلي لسه هيسافر بالطيارة بعد بكرة بطيران مدة 45 دقيقة 600 كيلو للمدينة اللي هيكون فيها الملعب اللي هيستضيف هذه المباراة. دي المدينة اللي طبعا اللي فيها المطار دي اكيد. دي مدينة هراري، واللي بتبعد اللي هي العاصمة يعني، اللي بتبعد 600 كيلو عن المدينة الأخرى هتستضيف المباراة. الملعب ده اسمه ملعب بابا فيلز اللي بيستضيف تدريبات النادي الأهلي. اتفضل. هو طبعا يعني موضوع شاق جداً افريقيا جداً. افريقيا طبعا موضوع شاق جدا وبقى فيها صعوبه. فطبعا ان شاء الله ربنا يعني يوفق باذن الله لعيبه النادي الاهلي، ويقدروا ان هم يعني يتخطوا المباراه باذن الله بثلاث نقط. نرجع للمعطيات. لا، المعطيات فيها معطيات ايجابيه كثيره. في معطيات سلبيه عند الجهاز الفني. اعتقد ان شاء الله هيتغلب عليها. فايلر يعني مدرب هادي جدا، ميزه طبعا
يعني ميزه هايله عكس مدربين سابقين في النادي الاهلي كان بيتسموا دايما بالعصبيه وبيتسموا دايما بالعنف في التعامل. اعتقد يعني هدوءه وبساطته في التعامل مع اللاعبين سر كبير جدا من في التقارب اللي حصل في وقت قريب قوي ما بين الجهاز الفني وما بين اللاعبين. يعني زي ما كنت بقول الاشكاليه اللي في خط الدفاع اعتقد دي برضو حتى يعني هيحاول يتغلب عليها. انت شايف الاهلي عنده اشكاليه في خط الدفاع؟ يعني اصابه سعد سمير اعتقد ان هي بس سعد سمير اصلا ما كانش بيلعب لانه كان مصاب قبل كده يعني ما هو يعني على المستوى اللاعبين رامي ربيعه اوقات بيروح ويجي وفي اصابات بتحصل له بس هو جاهز دلوقتي حاليا جاهز. يعني انا بتكلم بخصوص المباراه اللي جايه فاهم قصدي يعني جاهزيه موجود رامي ربيعه موجود محمود متولي موجود ياسر ابراهيم موجود ايمن اشرف ادي اربعه ممكن احمد فتحي كمان ياسر ابراهيم بعيد شويه يعني ياسر ابراهيم اوكي انا بتكلم كخيارات بالنسبه يعني للجهاز الفني هو ما هي يعني حسب ما معلوم يعني بالنسبه للمستر فايلر ان هو لسه ما استقرش على موضوع ياسر ابراهيم ان هو يعني يديله او يقتنع بان هو طب لو بخلاف ياسر يعني لو بخلاف ياسر ابراهيم هو ما فيش غير ايمن اشرف رجله في الملعب ورامي ربيعه رجله في الملعب ومحمود متولي ابتدت رجله تبقى في الملعب فبالتالي يعني انت شايف ان في ازمه قوي في المكان ده؟ تحسبا لاي ظرف يعني زي ما حصل لسعد سمير تحسبا لاي ظرف يحصل هيبقى فيه اشكاليه حاليا طبعا هو عنده اثنين موجودين حتى لو عندك لعيب زي احمد فتحي لعب في المكان ده في ماتش الهلال مثلا لعيب زي محمد هاني لعب في المكان ده برده كتير مش مركزه اساسي يعني هو مش بس هاني لعب موسم كامل تقريبا مع كابتن حسام بدري على ما اتذكر مش موسم لا كامل ولا حاجه هي بعض المباريات يعني بعض المباريات لكن هو مش مركزه اساسي فاللي هو اللعيب اللي بيبقى مش مركزه اساسي بيبقى اما يلعب في مركز ثاني بيحس ان هو غريب شويه معاك تماما طبعا لكن هو انا بعتبر ان ومتهيألي يعني اعتقد ان النادي الاهلي هو يعني ليه عنده مسؤولين بيتابعوا الكوره كويس ولجنه التخطيط اظن ان الصفقه الاهم بالنسبه في يناير هي مدافع مش مهاجم حالق في الفتره الحاليه يعني لكن طبعا هم ادرى وهم اللي شايفين هم اللي شايفين طبعا اكتر مننا وربما تكون الخطط تغيرت احنا مش عارفين يعني ممكن الخطط تتغير خصوصا بعد اصابه سعد سمير على المستوى الفريق انا بشوف ان المدافع افضل يعني اكتر احتياجا في الفتره الحاليه ياسر ابراهيم طبعا مدافع انا بشوفه انه كويس جدا بصراحه ولكن ما لحد دلوقتي ما مستر فايلر ما دفعش بيه او ما ادالوش الفرصه فاظن يعني ان شاء الله يعني يتغلب عليه النادي الاهلي الفتره اللي جايه موضوع الدفاع. المنتظر من النادي الاهلي في مباراه بلاتينيوم هل الفوز طبعا مهم يعني فوز ده اكيد امر نتمناه كلنا لكن بتشوف مدى صعوبه تحقيق الفوز هناك في البلاتينيوم وايه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي في مباراه زي دي؟ لو انا الظروف ما ساعدتنيش ان انا اكسب هيبقى ايه المطلوب منه؟ هو او التعامل مع المباراه يكون ازاي من وجهه نظرك؟ هو المفترض طبعا ان الجهاز الفني واللعيبه يعني درسوا اكيد البلاتينيوم كويس وشافوا قد ايه هو ايه نقط الضعف والقوه عنده وبالتالي مهم جدا ان هيحصل نوع من الضغط وده اهم من برده يعني لسه كنا بنتكلم على المميزات بتاعت فايلر اللي حصلت مع النادي الاهلي اهم ميزه عملها فايلر مع النادي الاهلي موضوع الضغط البريس على اللاعبين على الخصم ده طبعا ما كانش موجود فتره طويله قوي من ايام يعني تقريبا اخر حاجه اعتقد مستر مانو جوزيه كان هو افضل مدرب بيعمل نوع من وكنا بنشوفها في التدريبات فدي يمكن من احد المميزات المهمه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي حاليا ان بيحصل نوع من الضغط الشديد جدا على المنافس بيحصل نوع من الاخطاء عند المنافس ويمكن حصلت في اهداف كتيره يعني لكن على المستوى الهدف هو الهدف هو الفوز طبعا هو ده الاساس وبعيدا عن الاداء يعني يمكن برضو الناس هتطلب موضوع الاداء لا في ظروف بتحتاج ان لازم المكسب هو فقط صح. بعيدا عن الاداء بسبب مثلا ضغط المباريات بسبب ظروف المباراه ومدى صعوبتها وحجم المنافسه والسفر يعني بشكل عام طبعا المطلب الرئيسي في المباراه زي دي طبعا فوز أكيد مش يعني اكيد طبعا مش من اهم النقاط يعني اكيد الفوز هو الاهم. طيب برضو عايز اتكلم عن الغيابات يعني مثلا بيجيب حسين الشحات عن هذه المباراه في نفس الوقت بيتواجد في هذه المباراه محمود عبد المنعم كهربا تشوف مدى تاثر النادي الاهلي بغياب حسين الشحات ومدى التاثر الايجابي اللي ممكن يضيفه محمود عبد المنعم كهربا في مباراه زي دي.
حسين الشحات غيابه طبعا هو على اساس ان فتره كبيره جدا موجود مع النادي مع الفرقه من اكثر لعيبه لعبت ماتشات في ناس اتعودت طبعا على شكل لعبه وطريقه لعبه برضو الوقت ما اسعفوش لكن هو قريب من كتير من اللعيبه وعارفين طريقه لعبه سواء على المستوى كان مع بعض في منتخب مصر فعارفين طريقه لعبه لكن تاقلمه هو مع خطه فايلر انا مش عارف اذا كان مع الفرقه بقاله اسبوع بقاله فتره يعني لكن تاقلمه هو مع الـ مع الـ مع الجهاز الفني دي انا ما اقدرش اكدها. الراجل طبعا اداله في المباراه اللي فاتت في بعض الاقاويل ان هو هيبدا اساسي طبعا دي حسب برضو رؤيه الجهاز الفني. تقدر تتوقع من مستر فايلر ولا صعب؟ بظن لا يعني بظن صعب ان هو يبدا الدفع بيه يعني ككهرباء خصوصا كمان ان مؤكد ان هو الراجل هيغير طريقته على الاقل في الفتره الاولانيه لان هو المنافس بالنسبه له الملعب والطريقه وكل الحاجات دي كلها مشاكل عنده فاعتقد ممكن يغير شويه من طريقه اللعب على اساس ان هو يحصل نوع من الكردون الدفاعي اكتر في الفتره الاولانيه لحين ان هو يحرز هدف. يعني شايف الاهلي ممكن يبتدي بسيناريو متحفظ فيه شويه طبعًا دفاعي طبعا ده مؤكد ما فيش كلام يعني ولا ممكن نلاقي المشهد اللي شفناه في مباراه النجم في تونس ممكن يكون اكيد الجهاز الفني اتعلم من الخطا ده مش خطا ان ده كان خطا لا مش خطا يعني كل ظروف كل مباراه وليها ظروفها طبعا اللي هو الطرد هو اللي عمل المشكله أكيد لكن يعني كل مباراه وهيبقى ليها ظروفها بس اظن ان المره دي في ظل الظروف اللي احنا شايفينها على مستوى الملعب وعلى مستوى الجو وعلى مستوى بعض اللي هو عنده كمان عنده غياب زي حسين الشحات اعتقد ان هو ممكن يعيد النظر في الجزء الامامي ان هو يحصل نوع من التحفظ لحين ان انا اشوف الخصم بتاعي بيلعب ازاي وطريقته ازاي. بس دايما جمهور النادي الاهلي كان بيرغب في ايه؟ خلال الفترات اللي فاتت وعلى مدار تولي مسؤولين او مديرين فنيين خلال السنوات اللي فاتت ان انا زي ما بلعب جوه العب بره. زي ما هم عايشوا مع مستر مانويل جوزيه كنا بنروح بره الاهلي بيفرض سيطرته بيلعب لعبه بيكسب بره عادي ما كانش فيه اي مشكله. شفنا او حسينا الكلام ده في مباراه النجم من خلال سيناريو مستر فايلر واسلوبه وفرض اسلوبه حتى بعد الطرد كمان وقبل الطرد كان الاهلي هو اللي بيهاجم والاهلي بيلعب وما فيش اي مشكله. شايف ان المباراه دي بالذات لازم ان الاهلي ما يبتديش بالسيناريو ده ويبقى فيه التحفظ وبعد كده يقسم المباراه على حسب بقى سيرها ولا شايف ايه؟ بص هو يعني لازم احنا لازم نتفق احنا لازم كان نتفق قبل كده بنقعد نقول ايه لازم لا لازم الاهلي يلعب بره ويهاجم وكلام من ده لازم نتفق على جزء مهم قوي ان اللي بيبقى شايف اكتر واحد مدير فني طبعا مدير فني طبعا وهو اللي شاف الفرقه كويس وهو اللي اتفرج عليها في التلفزيون وفي الفيديو والحاجات دي كلها واللاعبين طبعا نفس الكلام فمهما الواحد يقدر ان هو يحط سيناريوهات او يحط توقعات اعتقد ان هو في دماغه او الجهاز نفسه في دماغه هيبقى تصور مختلف وفقا اللي هو شايفه من وجهه نظره في التعامل مع المنافس هو بلاتينيوم فرقه مش مخيفه يعني هي مش فرقه زي النجم الساحلي او الهلال هي مش مخيفه ولكن الظروف الموجوده في المباراه والاجواء اللي هو ممكن يشوفها فايلر يعني ممكن تجبره ان هو يعيد النظر في التعامل المبكر يعني ممكن يغير بعد فتره من الزمن لكن بظن ان هو في الفتره الاولانيه يحصل نوع من استكشاف الخصم الاول ويقدر ان هو يشوف ايه ملامح القوه والضعف اللي عند المنافس في خلال المباراه لان مش دايما ملامح القوه والضعف بتظهر في على كل المباريات لكن في خلال المباراه دي يظهر ملامح ضعف يقدر ان هو يستغلها عن طريق بعض اللاعبين اللي موجودين معاه في دكه الاحتياطي كل دي امور او ظروف يقدر ان هو يشتغل عليها. طب ما تيجي نتوقع التشكيل كده مع بعض تتوقع ايه؟ اول اعتقد التشكيل الاخير بالنسبه للدوري هو اللي هيبقى متاح يعني طبعا حسين الشحات بره هيبقى حسين الشحات لكن هو طبيعي محمد الشناوي خلينا نقول القائمه طب الاول متوقع التشكيل طب اتفضل عشان نعيدها على جمهور النادي الاهلي وانت تبقى عارف القائمه بالظبط يعني محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي حراسه المرمى احمد فتحي محمد هاني وياسر ابراهيم وايمن اشرف وعلي معلول ورامي ربيعه ومحمود متولي في خط الدفاع في نص الملعب اليو ديانج عمرو السوليه وليد سليمان محمد مجدي أفشا وجيرالدو واحمد الشيخ وكهربا وفي الهجوم اجاييه ومروان محسن وازارو. التشكيل بقى الشناوي محمد الشناوي تمام ياسر ربيعه وايمن اشرف ربيعه وايمن اشرف تمام احمد فتحي احمد فتحي مش محمد هاني لا اظن احمد فتحي احمد فتحي على اساس يعني عنده الخبرات الافريقيه اكتر وخبرات التعامل وبعدين فايلر بيطمن مع احمد فتحي ان بيبقى فيه لعيب
كبير جوه الملعب يقدر ان هو يوصل رسائله يعني. ده في اعتقادي يعني. ناحيه الشمال معلول. مع علي معلول طبعا في نص الملعب. انا بشوف علي ديانج طبعا ثبت نفسه كويس قوي وقدر ان هو يقنع وقدر يقنع جماهير النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي كبيره جدا. صفقه مهمه وراجل بيقف على الكوره كويس وبيقطع كويس. صفقه اعتقد مميزه جدا. مجدي قفشه. ديانج وقفشه. تمام. وليد سليمان. وليد تمام. تمام. مين نكمل؟ انت نسيت عمرو السوليه. عمرو السوليه. يبقى عمرو السوليه وعمرو السوليه ومجدي قفشه ووليد سليمان. عمرو السوليه ولا اليو ديانج؟ يعني نلعب باثنين ارتكاز ولا نلعب بواحد قدامه اثنين؟ انا بعتقد انه مش هيبدا بالكهرباء. مش هيبتدي بكهرباء. لا مش هيبدا بالكهرباء. هو هيبدا بوليد سليمان ومجدي قفشه وتحتيهم ازارو. وتحتيهم ازارو. واثنين الارتكاز طبعا اللي هو عمرو السوليه وألي جانج. ده في اعتقادي الشخصي. ده التشكيل من وجهه نظرك. ده في اعتقادي. عموما هنشوف مستر فايلر اكيد القرار النهائي بيكون عنده هو. واحنا الادرى او هو الادرى طبعا باموره وترتيباته خاصه بالمباراه. طيب خلينا نروح لملف اخر وعايز اخد رايك في حفله امبارح. حفله توزيع جائزه افضل لاعب في افريقيا وكان رايك ايه؟ لا هي طبعا حفله في جوانب كتير يعني. حفله نتكلم في الاول جانب التنظيمي جانب الشكل. لا احنا الشكل طبعا احنا يعني احنا الحمد لله دائما وابدا مصر بتتفوق على نفسها في التنظيم. حلو. في كل بيس. المحافل والاطار العام بالنسبه للاستضافه اعتقد ان العالم كله تقريبا مليارات امبارح شافت فعلاً. الحفله على البث المباشر في تويتر. ده كان اهم شيء بصراحه. طبعا وقبلها المباراه اللي هي كانت في الاهرامات. دي كانت طبعا مهمه جدا طبعاً. كلها على المستوى الترويجي لمصر طبعا. دي حاجه عظيمه جدا. والشكل بتاعنا وكانه مهرجان وكرنفال كبير قوي. ده اعتقد ده اضافه كبيره جدا بالنسبه لنا. وده مش جديد على مصر وده مش جديد على ان احنا نستضيف هذه المحافل يعني. ده بالنسبه للحفله يعني. لكن انت بتسال على ايه بالظبط؟ انا عايز اسال بالظبط على جوائز الحفله. وخليني ابتدي بعدم حضور محمد صلاح. رايك ايه؟ لا عدم حضور محمد صلاح اعتقد ان كان شيء مش ايجابي. مش ايجابي. طبعا. تمام. كلنا كنا يعني كمصريين وكشعب بنحب الكوره وشعب بنحب محمد صلاح. كنا نتمنى ان محمد صلاح يبقى موجود طبعا. المشكله فين؟ بعيدا بعيدا عن يعني ايه السبب اللي يخلي محمد صلاح ما يجيش؟ محدش عارف لان هو معلقش. طيب. هو معلقش يعني. هو تعليقه التعليق الوحيد من خلال السوشيال ميديا الانستجرام. الانستجرام الستوري بتاع انستجرام وصوره مكه بنته وكلام من ده وان جائزه افضل اتحاد راحت ليه وكلام من ده. والتعليق الثاني اللي هو بارك قال كونجراتيوليشنز برو على ساديو ماني مبروك وخلاص. بس دول التعليقين بالنسبه لمحمد صلاح. تمام. ونزل صور وهو في التمرين. هو في التمرين. بس دي عاديه يعني. بشوف على بينزل صور كتير. يعني هو مش متعود كل مره بينزل كل الصور يعني. بس يعني تواجده في التمرين امبارح دي برده كانت يعني محل. هو طبعا التمرين يبقى لازم يحضره كلاعب في النادي ليفربول. ولكن انا مش قادر اتصور ومش عارف ايه الاسباب اللي ما خلتش محمد صلاح يجي. بعض الناس بتتكلم على حملات اعلانيه وان هو ما ينفعش يبقى موجود عشان شركه هو منافسه ليها. اعتقد في العقود بيبقى محطوط حسابات الحاجات دي يعني. بيبقى عامل حساب لو انا كسبت افضل لاعب في افريقيا مثلا في العقود مع الشركات ايا كان هو متعاقد مع انهي شركه. لو في شركه منافسه ده برده مش مشكلتي انا. طبيعي ان انا ابقى موجود في الحفله. لا لا ما هو هي ليها سؤال. هي ليها اجابه. اسف ليها ان لو محمد صلاح هو اللي كان فاز بالجائزه ما كانش هيجي. بالظبط. ما هو ده اللي انا قصدي اقوله يعني. هي ليها اجابه. لو ما كانش هو لو كان هو بالزبط. الفائز بالجائزه ما كان ساديو ماني مش كان هيجي وما كانش هيبقى في مشكله طبعا. مش كده برضو طبعا. وبالتالي عدم حضوره انا بشوفه بعيدا عن كل بقى الحاجات وان الناس طبعا للاسف بعض البعض بيعبث في الظلام سواء في الخارج او في الداخل. يقول ان محمد صلاح دي غيره من ساديو ماني وان هو مش مبسوط ان ساديو ماني. يعني نقدر نستنتج ان الموضوع ما فيهوش غيره ولا حاجه. لا خالص. لا لا خالص. الموضوع عباره عن ايه؟ رواسب. هو ما بين محمد صلاح هو في اعتقادي هي المشكله ان محمد صلاح زعلان. محمد صلاح غضبان.
من ايه بقى بالظبط؟ من الاتحاد المصري لكره القدم. بسبب جائزه ذا بيست مثلا، موضوع جائزه ذا بيست وعدم تصويرها. هي كذا حاجه يعني، هي قد يكون قد يكون يعني كذا حاجه يعني. هو تقريبا يعني حسب ما يعني المقربين من حوله يعني بيأكدوا على ان هو ما تمش التعامل معاه بكل المواقف بالشكل اللي هو شايفه كويس بالنسبه له. فيما يخص موضوع التصويت في جائزه ذا بيست يعني المعسكرات، المعسكرات كلها امور كاس العالم 2018 او معسكر كل ده كل ده كل ده ما يخليش محمد صلاح ان هو ما يجيش. مش مبرر طبعا. يعني تواجد محمد صلاح، اولا احنا كلنا كمصريين وكلنا كناس بتحب الكوره وبتحب محمد صلاح، وكل الناس بتقعد تتفرج دلوقتي بتسيب الاهلي والزمالك وتتفرج على ليفربول عشان محمد صلاح. ما بيسيبوش الاهلي والزمالك ولا حاجه، بس بيتفرجوا على محمد يعني عموما يعني عموما يعني بتتفرج على محمد صلاح. وبالتالي حب الموجود عند الناس لمحمد صلاح يجب ان يتم مبادلته بنفس الشيء وتقديره. الحدث على ارض مصر زي ما بيقولوا كده في الامثله البلدي بتاعتنا، الفرح عندنا. ما ينفعش ان واحد من الفرح فرح. واحد من عندنا من العيله ما يبقاش موجود. صح. وخصوصا كمان ان هو مرشح، هو مش بره كمان الترشيحات، لا بالعكس ده هو مرشح. وتواجد محمد صلاح في هذه الحفله هيديها انطباع اخر كتير جدا على المستوى الاهتمام اكتر الاعلامي والمستوى الاهتمام اكتر من كل العالم. محمد صلاح النهارده مش لعيب عادي ولا شخص عادي، لا محمد صلاح بيبقى متواجد مع كريستيانو رونالدو ومتواجد مع ميسي في افضل جائزه على مستوى العالم، جائزه افضل لاعب على مستوى العالم. فبالتالي هو في حته تانية خالص، تواجده اضافه وتواجده بيدي قيمه اكتر، لان هو لاعب ذات قيمه. بالظبط مفيش كلام يعني، اكيد طبعا. لكن عدم حضوره ادى نوع من التساؤلات، ادى نوع من الرغي كتير جدا اللي ما كانش ليه اي داعي. صمته الرهيب جدا اللي هو ما فيش اي تعليق على يعني رياض محرز. رياض محرز طبعا طلع بيان، قال لك نادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر سيتي وبارك لساديو ماني بعد المباراه، وقال ان انا كنت بحط اول اهداف محاوله الفوز بالجائزه السنه الجديده نفسك ان شاء الله. لا انا بشوف ان يعني لازم يكون في حسابات مختلفه عن الحسابات الشخصيه. يعني حساباتي انا مع دولتي غير حساباتي مع مكان او شخص او افراد. صح او حاجات زي كده. صح. حسابات لازم تكون مختلفه. وما بقاش فيها نوع، لازم ان انا اتغاضى عن حاجات عشان خاطر بلدي، اللي هي سبب رئيسي جدا في تواجد اي شخص. تواجد اي شخص أكيد. على مستوى أكيد. على مستوى الدولي وعلى مستوى الاقليمي البلد. واعتقد ان مصر قدمت كتير جدا لمحمد صلاح وغيره، مش محمد صلاح بس يعني، عشان ما يبقاش اللي كان محمد صلاح وغيره. فبالتالي كان واجب عليه ان هو يحضر مع زميله ساديو ماني، وبعدين المباراه ما فيش مباراه قريبه لليفربول عشان خاطر يعني ماتش السبت، يعني ماتش توتنهام في الدوري. يعني الامور بسيطه، ساديو ماني احد العناصر الاساسيه. الامور بسيطه يعني. فانا بشوف ان عدم تواجده اعتقد ان ده مش ما كانش منتظر من محمد صلاح. نتمنى ان يكون في اعاده للنظر من محمد صلاح او من حد بيسمع منه بعيدا عن وكيل اعماله، لان يعني وكيل اعماله الناس كلها طبعا عندها انطباع غير جيد عنه ومحملاه هو هذا التصرف، ان هو يعني اشار على محمد صلاح بهذا التصرف. يجب على اسرته وعائلته ان هم يعيدوا تاني محمد صلاح، لان محمد صلاح زي ما قلت قيمه بالنسبه لمصر، قيمه بالنسبه لكره القدم المصريه، قيمه كبيره جدا حاليا في مصر على مستوى العالم. اكيد طبعا. طيب هل ممكن نستشف رد محمد صلاح من خلال صوره مكه مثلا؟ يا ريت يا عماره تجيبها لنا كده، تعرضها لنا الصوره دي مثلا، ممكن يكون معناها او تدل على السبب اللي خلى محمد صلاح ما يجيش. وعايز اخد رايك في تتويج الاتحاد المصري لكره القدم بافضل اتحاد في افريقيا، واللي تسلم الجائزه كمان، اللي خد الجائزه واللي طلع تسلم الجائزه على الاقل. ايه هي الصوره؟ لا ممكن يكون حاجه بتدل على موقف هو محمد صلاح. هو الكلام بتاعه هنا بيقول ان يعني ان افضل اتحاد سوف تذهب الى تذهب الى نقطتين، ومعناها بنته يعني. هي فيها نوع من السخريه طبعا والتهكم مش مقبول يعني. هو برضو خلينا نقول مش مقبول ليه؟ لان في مواقف كتيره جدا نجوم مرت عليها هذا الموضوع،
مش هو ده التعامل، مش هو ده التعامل، مش هو ده المعامل. طيب بتشوف ازاي حصول المهندس انا ابو رده كرئيس الاتحاد المصري الاسبق او السابق على جائزه افضل اتحاد في افريقيا؟ اولا اللي حصل على الجائزه هو مصر مش هنا ابو رده. طب ما لو مصر كان ممكن يحصل عليها طبعا وزير الشباب والرياضه مثلا. لا وزير الشباب اصل الاتحاد، انا عايز اقول لك حاجه، الماتيريال اللي اتعرض عباره عن ايه؟ تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه للكبار، تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه للشباب. طب ليه مش عمرو الجنايني اللي طلع خد الجايزه؟ لا هو موضوع الاختيار الشخص اللي يعني هياخد او ياخد الجايزه دي، ده شان اتحاد افريقي، ده مش مصر هي اللي مختاره. الناس حاسه بحاجه تانية. لا بعيدا عن بس، لا احنا لازم نفهم بس حاجه بس. هو طبعا شان اتحاد هو افريقي، مصر هي اللي حصلت على الجائزه. الاتحاد الوطني او الاتحاد المصري تمام، هو اللي حصل على الجائزه. مفيش مشكله. كويس تمام. اللي حصل على ليه حصل المسؤول الحالي اللي هياخد الجائزه ولا اللي قبل كده؟ دي ده شان الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي لا المفروض لا المفترض طبعا عمرو الجناي. بس كده ده لا المفترض عمرو الجناي. بس كده استاذ رامي. لكن وزير الشباب ما ينفعش يطلع يشتغل. ما ينفعش يطلع. لان الاتحاد الافريقي ما بيتعملش او عمل له تكريم بعد الحفل. يعني عمل تكريم لوزير الشباب خاص بعد الحفل، لكن الممثل الرئيسي حتى لو من خلال اقتراح من المسؤولين على الاتحاد المصري حاليا مثلا او لا الممثل الرئيسي بالنسبه للاتحاد الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي هو الاتحاد المصري. هو التساؤل ليه بس مش عمرو الجناني اللي طلع خد الجائزه؟ لكن في العموم الجائزه في الاخر تبقى لمصر، مفيش اي مشكله. استاذ رامي انا بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا. الله يخليك. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا. استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. دي كانت حلقتنا من كلام في ميديا. بكره اخبار اكتر وكواليس اكتر عن فريقنا الحبيب في زيمبابوي واستعداداته الاخيره لمواجهه يوم السبت باذن الله تعالى، اللي يكون ان شاء الله باذن الله موفق فيها. استنونا بكره وحلقه جديده من كلام في ميديا. الى اللقاء.